بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نبدا مع بعض ريفيجن لمنهج جريد 6. احنا ان شاء الله في الفيديو ده هنبدا البارت نمبر 1. احنا عندنا مجموعه من البارتس في الريفيجن ده، اول جزء منهم طبعا لسنه 2018. اتمنى ان خلال البارتس اللي جايه دي تكون معاكم البوكلت بتاعه الريفيجن. انا كنت نزلت حوالي 2 بوكلت للفاينل ريفيجن. انا هشتغل من البوكلت دي اللي هي نزلتها في الاخر. اللي مش معاه البوكلت دي او مش متاكد هو حملها ولا لا، يقدر ان هو يبعت لي على الواتساب في الرقم ده، وانا هبعت له الريفيجن، يقدر اللي يطبعها ويقدر ان هو يشوفها في الفيديو دي. لان هي فيها مجموعه من الاسئله من كتاب المدرسه ومن الامتحانات اللي فاتت، فهي مهمة جدا علشان تذكره. فاللي مش معاه البوكلت دي يقدر ان هو يبعت لي على واتساب، ونقدر ان احنا نذاكر مع بعض. اول سؤال في الريفيجن هي الرايت ساينتفك تيرم. احنا عارفين ان الامتحان بيجي فيه مجموعة من الاسئلة المختلفة، ومن ضمن الاسئلة دي سؤال اساسي لازم يجي لك، وهو رايت ساينتفك تيرم. بيجيب لك جملة معينة ويقول لك الجملة دي معناها ايه، او الجملة دي مقصود بيها ايه، وبالتالي لازم انت تكون عارف تجاوب السؤال ده ازاي. احنا عندنا في الترم ده كنا بنتكلم ان احنا عندنا 3 يونتس، او اليونت بتتكلم على الفورس، وقلنا ان احنا عندنا حاجة اسمها ليفر، والليفر دي كانت انواع. قلنا ان في فيرست كلاس ليفر، وفي سكند كلاس ليفر، وفي ثيرد كلاس ليفر. لو تفتكروا تعالوا نعمل ريفيجن سريع جدا على اللي احنا قلنا قبل كده، ان قلنا ان احنا عندنا حاجة اسمها ليفر. في اي ليفر بيكون فيه ثلاث حاجات. اي ليفر هتلاقي فيه حاجة اسمها فوكرم. انا بس حابب ان انا افكركم بكلمة ليفر نفسها يعني ايه. ليفر is a rigid bar that rotate around fixed point called fulcrum and affected by force and resistance. يعني ايه الكلام ده؟ الليفر هو عبارة عن حاجة صلبة او ساق صلبة. الساق دي متأثرة بحاجتين، بفورس وريزيستنس. الفورس اللي انا بعملها ان انا بدي القوة للحاجة دي، والريزيستنس علشان اتغلب عليها الحاجة اللي انا بتغلب عليها. يعني انا لو عاوز ازق صخرة معينة في الطريق، فبجيب حتة حديد كده واحاول ان انا ايه احرك الصخرة دي. حتة الحديد دي هي الليفر، والإيدية اللي بتديها اللي بتدي الحديد دي هي اللي بتديها effort force. انا بدي للايرن دي بار بديها force، بسميها effort force. والريزيستنس هي حتة الايه الروك اللي انا عاوز احركها. طيب يبقى انا كده عارف effort force اللي انا بديه للليفر، والريزيستنس اللي انا بتغلب عليه. ايه هو الفوكرم؟ الفوكرم هي النقطة اللي بتدور حواليها الحركة. طيب يعني بص كده، مثلا النات كراكر دي، لو انت قدامك نات كراكر، النات كراكر دي بتعمل ايه؟ النات كراكر دي بتكسر البندق مثلا، او اللوز، او الكلام ده. فالنات كراكر دي لو انت بصيت، ايديا دي اللي هي انا ماسك بيها النات كراكر دي، هي دي الفورس، هي دي الاف، واللي في النص دي اللي انا عاوز اتغلب عليها بسميها ريزيستنس، دي الار، ودي النقطة اللي انا بلف حواليها اسمها او او فوكرم. فاي فوكرم اي سوري اي ليفر بيتكون من فورس وريزيستنس وفوكرم. الفكرة بقى ان الليفر ده كان ليه استخدامات كتير. increasing distance, increasing speed, accuracy in performance. طبعا الحاجات دي انتوا مفروض مذاكرينها. وقلنا ان الفيرست كلاس ليفر اول نوع طبعا بيكون من فورس وبيكون من ريزيستنس وفوكرم، ولكن اللي بيميز الفيرست كلاس ليفر عن باقي الكلاسز ان بتكون الفوكرم في النص، زي السيزر ده. السيزر ده لو انت بصيت هتلاقي ان المقص ده مين اللي في النص؟ اللي في النص هو الاو، النقطة اللي بيلف حواليها الفورس والريزيستنس. يعني انت اكيد بتمسك الايه المقص من الايد دي، فانت بتديها فورس، يبقى الاف هي الناحية دي اهي. طب بتغلب عليه على القماش او الحاجة اللي انا بقصها، فدي الار. وفي النص في الايه الفوكرم، النقطة اللي ايه that around it we can او the point او fixed point at which ايه
ليفر روتيت، النقطة اللي بيلف حواليها الايه الليفر. طيب السيسو البنت اللي عماله تلعب مع الكات بتاعتها دي، انت لو جيت ركزت هتلاقي البنت قاعده في ناحيه، فدي الفورس، والناحيه التانية في الريزيستنس، وفي النص في الايه الفيكسد بوينت اللي اسمها ايه فوكر. طيب السكند كلاس ليفر بقى الاقي ايه في النص؟ الاقي الريزيستنس هي اللي في النص، زي ما قلنا النات كراكر مين اللي كان في النص؟ الريزيستنس. في الحاله دي ده كده سكند كلاس ايه ليفر. طيب لو جيت اتكلمت على الثيرد، في الثيرد انا هلاقي ان الفورس هي اللي في النص، والناحيه دي فوكرم والناحيه دي في ريزيستنس. يعني مثلا انت لو مسكت الكول هولدر او السويت هولدر، فانت عندك الريزيستنس اللي انت بتمسكها بالحاجه دي بالتويزر ده، ففي التويزر ده انت بتمسك الريزيستنس، وفي النص في الفورس، ايديك صوابعك هي اللي في النص، وفي الناحيه دي خالص هي الاو. فلو عندك الفورس في النص، لو عندك الفورس في النص ده كده ثيرد، لو عندك الفوكرم في النص فده كده فيرست، لو عندك الريزيستنس في النص فده كده ايه سكند. يبقى من اكزامبلز على الفيرست كلاس ليفر الكروبار والبلاير والسكشن بامب او السكشن بامب والسيزر والبنسر. في كل دول هتلاقي مين اللي في النص؟ الفوكرم. في كل حالة دول هتلاقي مين اللي في النص؟ الفوكرم. يبقى ده كده فيرست كلاس ايه ليفر. طيب السكند كلاس ليفر هلاقي مين اللي في النص؟ هلاقي ان في السكند كلاس ليفر ان الريزيستنس هي اللي في الايه في النص. دي الحاجة اللي انا عاوز اكسرها او الحاجة اللي اتغلب عليه. الويل بارو، الويل بارو اشهر حاجة في السكند كلاس ليفر. انت بتجيب العربية دي وتحط في النص الحاجة اللي انت عاوز تشيلها وبتحركها، ايديك هي الفورس، ايديك في الحرف خالص، وفي النص في الريزيستنس، والناحيه دي الويل اللي عماله تلف، فالفوكرم في الحرف خالص. النات كراكر من اشهر اكزامبلز على السكند كلاس ليفر وهكذا. طب الثيرد كلاس ليفر انت هتلاقي بقى الاف في النص، زي الهوكي باد، زي الكول هولدر، زي الايس هولدر والسويت هولدر والمانوال بروم. في المانوال بروم الراجل العامل ده بيعمل ايه؟ ماسك المقشه من النص، فدي الفورس، وبيتغلب على الساند اللي على الارض او التراب اللي على الارض، ده كده الريزيستنس، وماسكها من فوق بتلف، هي دي الايه الفوكر. طيب بعدنا احنا عن السؤال، ولكن كنا بنعمل فاست ريفيجن حوالين النقطه دي. انا ما يهمنيش ان احنا نحل بسرعه كده، انا يهمني ان احنا نكون فاهمين كل حاجه. فبيقول لي ريجيد بار ذات روتيت اراوند فيكسد بوينت اند افكتد باي فورس اند ريزيستنس. ادام قال لي ريجيد بار يبقى هنا بيكلمني على ليفر. كده اجابه السؤال ده كده ايه ليفر. السؤال اللي بعده بيقول لي distance between effort, force and focus. طيب هنا دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، وأنا عاوزكم تركزوا كده. لو أنا جيت بصيت على الليفر، آدي الثلاث أنواع بتوع الليفر. في التلات انواع بتوع الليفر دول انت عندك فيرست كلاس ليفر وسكند كلاس ليفر وثيرد كلاس ليفر. انا بس عاوز اجيب لكم حاجه معينه كده لحظه، بس للاسف هي مش متاحه دلوقتي، ولكن مش مشكله، خلينا نرجع تاني اللي كنا بنشوفها دلوقتي. فيرست كلاس ليفر وسكند كلاس ليفر و ثيرد كلاس ليفر. ايه بقى قصه الفيرست وايه قصه السكند وايه قصه الثيرد؟ انا عارف ان الفيرست الفوكرم في النص، والسكند الريزيستنس في النص، والثيرد الفورس هي اللي ان ذا ميدل في النص. تعرف تقول لي هنا فين هو الفورس ارم؟ يعني ايه اصلا فورس ارم؟ الفورس ارم هو المسافه من الفوكرم، مش ده الفوكرم اهو في النص، لحد الفورس. يعني distance between force and fulcrum equal force arm أو is called force arm and distance between resistance and fulcrum called resistance arm. يبقى في حالة الفيرست كلاس ليفر هو ده الريزيستنس ارم وده كده الفورس ارم. طب في حالة السكند فين الفورس ارم؟ ادي الفورس ارم، المسافة من الفولكرم
لحد الفورس، وادي الريزيستنس ارم. واخدين بالكو ان في حالة السكند كلاس ليفر الفورس ارم كبير جدا اكبر من الريزيستنس ارم؟ اه، لان الفكرم هنا على الحرف، فعشان تروح للفورس اللي هي البعيدة بتاخد مسافة كبيرة، وعلشان تشوف الارم بتاع الريزيستنس، الريزيستنس في النص، فالمسافة مش كبيرة. يبقى دي كده اسمها ريزيستنس ارم، وده كده اسمه فورس ارم. نرجع نقول تاني ان الفورس ارم هو ديستانس بتوين فورس اند فوكرم. يعني انت لو عاوز تجيب الفورس ارم تشوف هي فين الفورس ارم دي، شوف المسافة اللي ما بين الفوكرم والفورس، ايا كانت الفورس فين، بتروح لها من الفورس لحد الفوكرم، دي كده فورس ارم، ومن الفوكرم لحد الريزيستنس دي كده اسمها ريزيستنس ارم. طب في حالة السيرد كلاس ليفر من الفوكرم للفورس اهو، دي كده فورس ارم. طيب من الفوكرم للريزيستنس كبيرة اللي هي النقطة دي، دي كده ريزيستنس ارم. يبقى واضح ان الريزيستنس ارم في حالة الثيرد كبيرة جدا اكبر من الفورس ارم. تفرق بقى معايا ايه اطول ولا اصغر؟ يعني لا تفرق، ركز معايا. من الفوائد بتاعت الليفر حاجة اسمها كونسيرف، سيف، ان الليفر ده يقدر يساعدني ان انا اعمل سيف للإفورت، اقدر ان انا استخدم الليفر علشان اوفر الطاقة بتاعتي. يعني اوفر الطاقة بتاعتي، فاكرين الويل بارو اللي هي دي؟ الويل بارو دي الراجل بيستخدمها ليه؟ الراجل في الطبيعي ان هو ما يقدرش يشيل كل كمية الحطب دي على كتفه، فبيجيب الويل بارو دي توفر له الطاقة بتاعته. فبتلف على عجلة كده تحط الحاجات الخشب والحاجات اللي انت عاوز تحركها، وبمنتهى البساطة بتحركها. هنا بقى كلمة السر، كلمة السر في الليفر هي طول الفورس ارم. بيقولك لو الفورس ارم بتاع الليفر اللي انت بتستخدمه كبير، لو الفورس ارم بتاع الليفر اللي انت شغال عليه long، this liver conserve effort، الليفر ده هيقدر ان هو يعمل لك سيف في الافورت بتاعك، يقدر يوفر الطاقة بتاعتك. يعني كل السكند كلاس ليفر قصدك ان هما conserve effort؟ اه، كل السكند ليفر، all second class liver conserve effort. اي second class liver هتجيبه هتلاقي ان هو بيوفر طاقتك، بيساعدك ان انت توفر الطاقة اللي انت محتاج تعملها. طب السكند ده زي ايه؟ زي الويل بارو، زي النات كراكر. طب ايه يعني، اشمعنى يعني السكند كلاس ليفر؟ لان في السكند كلاس ليفر انت دايما الفورس ارم اكبر من الريزيستنس ارم. هو هنا الفورس ارم فين؟ الفورس مش ده الفوكرم اهو، من الفوكرم للفورس ده كده اسمه فورس ارم. طيب وما بين والريزيستنس ارم اهو، ما من الفوكرم للايه، للريزيستنس. الله، ده الفورس ارم كبير جدا اكبر من الريزيستنس ارم. للسبب ده هو ان السكند كلاس ليفر كونسيرف ايفورت. ما هو انت تعرف ازاي ان هو كونسيرف ولا نو كونسيرف؟ اف ذا فورس ارم لونجر ذان ريزيستنس ارم، لو الفورس ارم اكبر من الريزيستنس ارم، كده معنى كده ان الكلاس اللي قدامك ده او الليفر اللي قدامك ده هو كونسيرفنج ايفورت. يبقى وين فورس ارم لونجر ذان ريزيستنس ارم، ذس ليفر از كولد كونسيرف ايفورت. طب لو كان شورتر، لو كان الفورس ارم شورتر، it doesn't conserve effort، ده بيقدرش ان هو يعمل سيف للإفورت. تعالوا نشوف الكلام ده في اكزامبل واضح في التويزر. التويزر انت عندك الفوكرم هنا والفورس في النص، فدي كده اسمها الفورس ارم. طيب وفين الريزيستنس ارم؟ الريزيستنس ارم اهي من الريزيستنس للايه، للفوكرم. الله، ده الفورس ارم صغيرة جدا والريزيستنس ارم كبيره جدا. يبقى فورس ارم شورتر ذان ريزيستنس ارم، سو ذس ليفر از نوت كونسيرفنج ايفورت. علشان كده الليفر ده ما بيعملش سيف للايه، للايفورت. نرجع بقى للسؤال. طبعا احنا بعدنا جدا عن السؤال، في النهايه احنا بنجاوب على سؤال تافه جدا، وهو ديستنس بتوين ايفورت فورس اند فوكرم، ده فورس ارم. الفورس ارم هو المسافه من الفوكرم للفورس. طيب ليفر ويتش هاز فوكرم لاي بتوين فورس اند ريزيستنس، اللي الفوكرم فيها ما بين الفورس والريزيستنس، طبعا ده فيرست كلاس ليفر. احنا قلنا الفكره لما يكون في النص يبقى ده كده فيرست كلاس ليفر. طب لو فورس بتوين ريزيستنس اند فوكرم، ده كده ثيرد كلاس ليفر. فيكسد بوينت ات ويتش ليفر روتيت، ده الفوكرم.
وطبعا في حاجه اسمها لو اوف ليفر اللي هي فورس باي اتس ارم ايكوال ريزيستنس باي اتس ارم، ده اسمه لو اوف ليفر، اكيد انتوا عديتوا عليه قبل كده في المسائل. طيب تعالوا نتكلم شويه على يونت نمبر 2. يونت نمبر 1 احنا اتكلمنا عنها سريعا، لسه هنتدرب عليها كتير جدا. انا هنا بناقش بس الاسئله الخاصه بالساينتفك تيرم. اليونت التانية بتتكلم على اللامب، الالكتريك لامب. وقلنا ان احنا عندنا نوعين من اللامب، عندي النوع ده اللي هو اسمه لايت بالب، وعندي النوع التاني ده عند اللايت بالب. اهو اللايت بالب بيكون من ارجون جاز، وبيكون من وبيكون من تنجستن فيلمنت وجلاس بالب وبيز، ونفس الكلام برضو الفلورسنت بتتكون من نفس الحاجات، ولكن الفلورسنت دي اللي هي بتبقى طويله دي اللي هي جلاس بالب و 2 بوينت اوف كونكشن وفيلمنت ريت اوف تنجستن. تعال نشوف السؤال اللي عندنا، بيقول لي موفينج الكتريك تشارجز، دي اسمها كارنت الكتريستي. مش مهم قوي السؤال ده لو انتم مش عارفينه مش مشكله، او الكتريستي عموما. لامب هوز ايديا ديبند اون هيتنج اند جلوينج اوف فيلمنت يوزنج الكتريستي. طبعا دي اللايت بالب. اللايت بالب هي لامب الايديا بتاعته ان انت تسخن الفيلمنت، وانت عارف ان الفيلمنت ده حاجه بتحصل لها هيتنج اب. لو انت مش فاكر الكلام ده ارجوكم ارجعوا اتفرجوا على الفيديوهات الخاصه بالشرح بتاع اللامب وهتلاقي فيه كل الكلام ده. several lamp connecting several lamps one after one. انا يهمني بقى السؤال ده، لو احنا اتكلمنا على اللامبس فانت لازم تعرف ان ده الكونستراكشن بتاع اللامب. اللامب دي تتكون من جلاس بالب، لازم الصوره دي توقفها كده وتقعد تحفظها، وارجون جاز وتنجستن فيلمنت وكابر اند ليد واير اللي هي في النص دي، وبيز اوف لايت بالب او بيز اوف بالب اند تو سايد نيلز وتو بيسز. اللي يهمني في القصه دي كلها هم الويز اوف كونكشن. انت عندك نوعين من الكونكشن، نوع اسمه سيريس كونكشن ونوع اسمه بارالل كونكشن. السيريس كونكشن انت لايت بالبس ار كونكتد وان افتر وان، بتوصل لمبه ورا الثانيه. اما في البارالل كونكشن لايت بالبس ار كونكتد ان برانشينج روتس، بنوصلها في برانشينج ايه روتس، بحيث ان في حاله السيريس لو اللمبه دي باظت، اللمبه دي حصل لها تيرن اوف، باقي اللمبات ما بتنورش. لان انت عندك ايه، عندك الالكتريستي ماشيه بتعدي على اللمبه الاولى وبعدين تمشي في اللمبه الثانيه، فلو جيت انت بوظت السيركت هنا حصل دامج ان وان لامب، اللمبه الثانيه مش هتنور. انما هنا في حاله البرانشنج روت الالكتريستي بتمشي كده وتكمل وبتمشي في كذا روت، فلو الروت ده باظ هي بتكمل ماشي عادي في الايه في الدايركشن ده، ما عندهاش مشكله. فهنا بيسالني سؤال بيقول لي كونكتنج several lamps one after another كده دي serious connection. إدام قال لي one after another يبقى هو بيكلمني على ايه، بيكلمني على serious connection. إدام serious connection يبقى light bulbs are connecting one after one أو one after another. طيب substance allow electric current to pass through. ايه هي substance اللي بتسمح للإلكتريك current انه يمشي خلالها؟ احنا عندنا نوعين، عندنا حاجة اسمها insulator وحاجة اسمها material. الماتيريال دي لإما كوندكتور لإما انزيوليتر. الكوندكتور ماتيريال ذات allow electric current to pass through، والانزيوليتر ماتيريال ذات don't allow current to flow through. ودي زي الكوندكتور طبعا زي الايرن والكابر والليد، أما الانزيوليتر زي الود والبلاستيك والجلاس. طيب يبقى السؤال هنا بيقول لي substance that allow electric current to flow through أو pass through، دي طبعا electric conductor. damage happen as result of electric، طبعا احنا كان عندنا درس اسمه dangers of electricity. تعالوا نفتكر كده الdangers اللي بتحصل للإنسان لو اتعرض للإلكتريستي. عندي direct injuries وهي الelectric fire والelectric shock والelectric burn. لو جه سؤال وقال لي damage happen as result of electric current passes through human body، الدمج اللي بيحصل لما الكهرباء بتعدي خلال جوه جسم الانسان ده الالكتريك ايه شوك، يبقى الاجابه هنا الكتريك ايه شوك. circuits that contain electric lamp connecting wire
switch and battery دي electric circuit. عندنا سؤال نمبر 16 connect. احنا بنناقش طبعا general كده revision على المنهج كله. Connecting several lamps that's end so that end of each lamp is connected to the end of battery forming several paths for the electric current. Several paths of electric current طبعا هنا هو بيكلمني على branching routes او parallel connection. Substances that don't allow electricity to flow through طبعا ده electric insulator. Damage resulted from electricity causes burning طبعا ده electric burn. قبل ما نخلص الجزء ده او البارت ده من الريفيجن تعالوا نشوف السولار اند لونر اكليبس. انا كان عندي ثلاث انواع من السولار اكليبس، عندي توتال سولار اكليبس وبارشال سولار اكليبس وانيولر سولار اكليبس. التوتال اكليبس بيحصل لما يو كانت سي ذا سان كومبليتلي، ده في التوتال سولار اكليبس ما تقدرش تشوف الشمس خالص زي في الصورة اللي تحت دي. We formed in the shadow area اللي اسمها umbra. أما لو أنت في البنمبرا you can see the sun أو you can see part of sun، بنقدر نشوف إيه جزء من الشمس والجزء التاني ما بنقدرش نشوفه. أما الانيولر لونر إكليبس بنشوف الشمس أكنها رينج، وبتحصل دايما في الهاير أوربت. عارف الكلمة دي أول ما تشوفها شايف دي in higher orbit، او ما تشوف كلمة higher orbit دي في الامتحان تفتكر الانيولر سولار اكليبس. طيب اللونر كان برضو تلات انواع او كان في نوعين، والنوع التالت مش علينا. النوع الاول هو total lunar eclipse والنوع التاني partial lunar eclipse. التوتال لونر اكليبس بيحصل you can see the moon completely but وبيحصل دايما في الامبرا area. اما البارشال بيبقى part of moon in the in the umbra area and the other part in penumbra. هنناقش كل الكلام ده ان شاء الله في الاجزاء اللي جايه. انا بس حبيت ان انا افكركم باسامي السولر واللونر، وهنناقشهم كلهم لما نيجي في البارت اللي جاي ان شاء الله. بارت نمبر 2 هيكون البارت الخاص بالكمبليت. وده كده كان الجزء بتاع الساينتفك تيرم في البوكليت دي. لو مش معاكم البوكليت دي ابعتولي على الواتساب في الرقم ده وانا هبعتها لكم، وتقدروا ان انتوا تطبعوها. هبعتها لكم PDF وتطبعوها براحتكم. ان شاء الله تكونوا مستفيدين في الريفيجنز. ده بارت نمبر 1، بارت سريع ونعمل ريفريشمنت بس المعلومات. الاجزاء اللي جايه فيها مذاكره كتير وفيها اسئله اصعب بكتير. كنت معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتيره. باي باي.